السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو 75 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering أورليد. والجزئية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي جزئية خاصة باستكمال أعمال مانع تسرب المياه الووتر ستوب. وإحنا كنا اتكلمنا في الفيديو السابق عن إن لو كان في لحام موجود في الموقع إزاي نتأكد من جودة اللحام باستخدام السبارك تيست. وهي هنتكلم عليها الجزئية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي الجوينت أو الويلد جوينت البري فابريكيتد اللي بتيجي جاهزة من الشركة الموردة. طبعا أحد الأشكال يعني ممكن مثلا ديت من أحد الشركات زي ما أنت شايف بيكون ممكن تلاقي فلات ال على شكل ال كده بتكون مسطحة أو فلات تي يكون مثلا عندك تكون تلات حيطة وفي حيطة عليها عمودية أو فلات اكس ما يكون مثلا عندك اربع اتجاهات للووتر ستوب او فيرتيكال ال من حاجه يعني جوينت راسي. طبعا زي ما انت شايف هنا ديت السلاح المستخدم في عمليه اللحام الووتر ستوب مع بعضه. هنا الالكتريك ويلدنج نايف وهنا الجوينتنج جيك. ان شاء الله في اخر الفيديو هنشوف الصور. ده يمكن من احد بروشورات احد الشركات. هنا شركة يونيبرو زي ما انت شايف هنا الانترسكشنز. هنا انه في اشكال مختلفة من الانترسكشنز اللي بتيجي جاهزة. وهنا انه بيكلم this are factory made. طبعا ده بتكون مصنعة في المصنع and are usually very difficult to make the fill. طبعا بتكون صعب شوية وبتاخد وقت كتير وعشان تتحكم في جودة اللحام بتكون صعبة ان انت تعملها في الموقع. ولكن مع ان هي بتيجي جاهزة من الموقع بتوفر عليك وقت ومجهود كتير. زي ما انت شايف هنا intersection species a range of intersection pieces are available for each profile. The standard leg is 25. كل رجل من دولت من الووتر ستوب الملحوم بتكون 25 سنتي. زي ما انت شايف هنا بتكون تو واي فلات بتكون مثلا حطين متعامدين على بعض تو فيرتيكال اوتسايد تو واي فيرتيكال اوتسايد هنا 3 واي فلات 4 واي فلات. ده يمكن برضك في احد الشركات اخرى مختلف للووتر ستوب المختلفه فلات ميتر فلات 3 واي فلات 4 واي هنا vertical تي بيس 90 degree edge meter هنا flat meter flat 3 way flat 4 way اشكال مختلفة جدا. طبعا ممكن تكون تسهل على نفسك شوية لو ان في الموقع عندك تقاطع مثلا حوائط او اكتر من حائط ومحتاج انه بيكون عندك تقاطعات كتيرة فلو تجيبها جاهزة من شركة الموردة او المورد بيوفر عليك وقت كبير في اللحام. مثلا هنا زي ما انت شايف في حوائط كتير فلو تجيب الجزء الانترسكشن هنا مثلا جاهز وبيتبقى لك بس ان انت تعمل اللحام العمودي او المتصل بين الجزء الستريت والجزء ده. طبعا بيكون في رجل هنا 25 سنتي فتقدر تعمل اللحام بسهولة للجزء الستريت. زي ما انت شايف هنا ده مثلا فلات ثريوي. طبعا انت شايف الجزء ده هنا الحيطة ديت عمودية كده مكملة وفي حيطة عمودية عليها فزي ما انت شايف شكل اللحام بيكون صعب شوية زي ما انت شايفه كده بيكون في متقاطع عليه بالشكل ده. فلو ان مثلا القطعة ديت جات لك جاهزة زي ما انت شايف تقدر تعمل لحام هنا تقدر تعمل لحام هنا تقدر تعمل لحام هنا والقطعة ديت مثلا تجي لك جاهزة فتوفر عليك. زي ما انت شايف ده برضو شكل قطاع من فلات 3 واي. زي ما انت شايف اللحام بيتعمل من الزاوية ديت وزي ما قلنا تقدر تعمل اللحام على الجزء المستقيم. ده برضك فلات الصورة السابقة ولكن من زاوية اخرى. زي ما انت شايف هنا بتيجي متصلة كده وتقدر توصلها في الجزء المستقيم ده. ده طبعا ممكن ده داخل الحوائط ممكن برضو قطاع في جزء الفيرتيكال ده او فيرتيكال جوينت تقدر تجيبها جاهزة. ده برضو ممكن عندك ووتر ستوب افقي وعندك مثلا ووتر ستوب رأسي مثلا في كونستراكشن جوينت في حيطة فبتيجي برضو الفيرتيكال
الجوينت اللي ممكن تكون محتاجه يكون رأسي ومتصل بالجزء الأفقي زي ما انت شايف. ديت النقطة اللي بنتكلم عليها ان هي اللي حامل الجزء الرأسي او الجزء المستقيم زي ما انت شايف هنا الويلدينج نايف اللي موجودة هنا. هنا بس نشوف هنا يمكن من احد الشركات شركة اسمها لوازم. هنا الجوينتينج ديتيلز هنا انه بيتكلم انه cut both end to be welded straight using sharp knife، ان انت بتقطعها الجزء اللي انت عايز تحمله بيكون مستقيم باي سكينة عادية. The end are heated with a welding equipment by pushing both end of water stop against the blade. طبعا بتعمل تسخين لنهايتي الوتر ستوب بحيث ان انت بتدفعهم لسكينة اللحام هنا. Maintain contact until melted into beads approximately 1 minute. طبعا بتفضل سايبه على اللحام لمدة دقيقة تقريبا. وريليز جيك، الجيك طبعا اللي هو الجزء ده او الماكينة ديت اللي بالشكل ده بتكون تقدر تمسك بيها الوتر ستوب وتسخنهم من النص. او طبعا ممكن تستغنى عن الجيك ديت وانت زي ما انت شفت في الصورة اللي فاتت بس تحط تحتها مثلا اي حاجة داعمة تحت او بلاي وود ولا حاجة وتقدر تعمل اللحام. هنا مولتن ايتس مولتن ايتس اوف ووتر ستوبس ار بوشت توجذر اند الاود تو كول فور ابروكسيمتلي 3 مينيت. طبعا بتفضل لاحم الجزئين بتوع الووتر ستوب مع بعض لمدة 3 دقايق بحيث ان هما لغاية ما يبردوا ويمسكوا بعض وبعد كده ريموف. زي ما انت شايف الجزئين اللي هنا زي ديت، زي ما انت شايف هنا مفيش مش مستخدم جي بس مستخدم ممكن بلاي وود تحت. وهنا الجزئين بتاع الوتر ستوب بيدفعهم لسكينة اللحام لمدة دقيقة وديت شكل سكينة اللحام. وبعد ما جزئين يسيحوا شوية فبيقدر يلزقوهم على بعض لغاية ما يمسكوهم. ده شكل سكينة اللحام زي ما قلنا، وده شكل الجيج اللي كان مستخدم اللي بيقدر يمسك، ممكن تعتمد عليه في ان انت تمسك قطعتي الوتر ستوب مع بعض. ده ممكن برضك شكل اثناء عمل لحام فلاتي. طبعا انت ممكن تقدر تعمل اللحام نفسه بتاع الاجزاء المتصله او الوصلات المستخدمه في الحوائط مثلا تقدر تعملها في الموقع، ولكن زي ما بقولنا بتستاخد وقت ومجهود علشان تقدر تعملها مظبوط. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كده تكلمنا عن البري فابريكيتد ويلدد جوينت بالنسبه للووتر ستوب واشكال مختلفه ليها، وتكلمنا عن احد طرق اللحام المستخدمة في عمل لحام الوتر ستوب اللي هي باستخدام الويلدينج نايف. ان شاء الله في فيديو سابق هنتكلم عن طريقتين او يعني شكل سلاحين مستخدمين برضو في عملية اللحام لهم شكل مختلف عن الويلدينج نايف. وباقي بس فيديو هنتكلم عن اشكال المختلفة للوتر ستوب. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.